طيب محمد سيف الصحفي والناقد والمؤثر. محمد سيف يا جماعه ابن الدارين، يعني ابن شارع الصحافه. 40 سنه بينهم شارع، في شارع الصحافه، بدايه في اخبار اليوم في اخر ساعه، ثم واحد من مؤسسي الاهرام الرياضي. مشوار مع صاحبه الجلاله فيه كتير من المنعطفات والتفاصيل، لكن قبل ما نخوض فيها كان غريب جدا انه صعيدي يتولى الكره النسائيه. حبيبي مفيش اعتقد حقوق للمراه في الصعيد اعلى من كده. لا لا لا، كابتن حسين عبد اللطيف اهلا بيك. الراجل ازيك يا كابتن؟ وحشنا 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 كده، وحشنا كتير يا كابتن حسين. ربنا يكرمك يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحياتي حبيبي يا كابتن. طول عمرك يعني اولا اخ وصديق حبيبي، ده عشرة عمر يا كابتن، يعني عشرة عمر طبعا مع بعض. ربنا يديك. استاذ محمد سيف من بدري، اولا بتحياته ليك، اتفضل يا كابتن. يعني الاستاذ محمد سيف ده اولا طبعا، استاذ محمد ده تربطني بيه يعني علاقه، طبعا هو صديقي الصدوق الحقيقه، وانا يمكن من سنه 90 لما جيت من المنيا للزمالك. وهو كان طبعا هو يعني احنا اللي كنا جداد عليه يعني في نادي الزمالك يعني، فبالتالي يعني اتعرفت طبعا عليه واحده واحده، لكن الحقيقه يعني عشره عمر وعشره الزمن الجميل فعلا. الراجل ده فعلا حاجه جميله جميله جميلة جدا يا استاذ ابراهيم، وانت عارف صحيح كويس. صحيح صحيح. انسان صادق مع نفسه، كل اسرارنا يمكن كلاعيبه كوره، وقد اكون انا يعني واحد منهم او واحد من المقربين، هو كان بيبقى على علم بكل كبيره. بس في سر هو ما يعرفوش وانا مش هقوله، بس كمل. انتوا صعيده مع بعض بقى. ايوه ايوه، انتوا صعيده مع بعض بقى. كمل كمل. لا ما فيش حاجه ما يعرفهاش. كمل. لا ما يعرفهاش، بس كمل يلا. لا حقيقي انا اولا سعيد جدا برؤياكم. ربنا يخليك. اثنين اصدقاء يعني بالنسبه لي عشره زمن. صحيح. طويل من قبل سنه 90 كمان. فالاستاذ محمد ده لو اتكلمت عليه الحقيقه يعني احتاج مجلدات، لان هو بالنسبه لي على المستوى الشخصي حاجه كبيره جدا، حاجه يعني لما ابقى ممكن متضايق من اي حاجه او بشكي همي يعني لنفسي، فبشكي لمحمد سيف اخويا اللي هو حقيقي يعني حقيقي من اقرب الناس ليا في عشرتي في الكوره كلاعب، وثم عشرتي كمدرب 20 سنه. احنا مرتبطين ببعض، نكاد نكون فعلا كنا يعني دايما بنتعهد ان احنا نتقابل اسبوعيا شهريا من فترات، بس فعلا بقالي فتره عشان انا يمكن كنت مسافر خمس ست سنين خارج مصر وكده، فبقالنا فتره ما تقابلناش، بس طبعا انت عارف هنتقابل بس تجيب الدلع الثالث. السوبر. السوبر ايوه ايمن منصور. فاحنا كنا يعني نلتقي المثلث ده على طول، انا والحاج سيف وايمن منصور مع بعض على طول، ففعلا انت عارف الايام يعني بيبقى غصب عننا ظروف حياتنا طبعا، الظروف اتغيرت. بمناسبه العمل يا كابتن حسين، تجربه مختلفه وتجربه مثيره ان انت تبقى المدير الفني لمنتخب الكره النسائيه، فيها طموح كبير وفي قماشه مختلفه كمان، رايك سريعا فيها ايه؟ او شايفها ايه؟ يا استاذ ابراهيم طبعا هقول لك، اولا هي فعلا مش عايز اقول لك، ودي حقيقي حتى مفاجاه لي انا كحسين يعني. مفاجاه لي انا قصدي لما اتعرض عليا مره واثنين وثلاثه، المهم ان انا قابلت. قابلت قلت تجربه جديده يعني حاجه جديده عليا. لكن في النهايه يا استاذ ابراهيم انا عايز اقول ايه؟ ان هي يعني 11 ضد 11، الوينج رايت وينج رايت، الوينج ليفت وينج ليفت، 4 2 3 1، يعني اقصد ايه؟ جميع كل حاجه ذاكرتها في حياتي اشتغلت عليها فموجوده في الكره النسائيه. هو الفرق ان هنا مثلا بتتعامل مثلا مع بناتي مثلا او ولادي، فالقوه مختلفه طبعا والسرعه مختلفه. بس طبعا هي الاحمال ما فيش شك لازم تكون مختلفه طبعا. طبعا طبعا احمال، طبعا احمال التدريب، لكن البنت على فكره مطيعه جدا جدا يا استاذ ابراهيم. المشكله اللي مقابلاني بس عشان تبقى انت برضو زي ما انت قلت برضو بسرعه شويه، ان ثلاث سنوات
من عمر الاتحاد السابق، كان اتحاد الكره السابق، كانت وقفت المنتخبات النسائيه تماما. وبالتالي لا في منتخب شباب ولا ناشئين ولا فرستيم ولا اي حاجه، فدي مأثره عليا، ما فيش قاعده معايا. انا ماسك منتخب تحت 20 سنه، المفروض في تصفيات. مطلوب مني في خلال مثلا اللي هو من شهرين مسكتهم الى شهرين ثاني في الاربع شهور، انك انت تعمل منتخب كويس وتكون منتخب وتعمل مباريات وديه ومثلا تعمل تصفيات او تحاول تنجح في التصفيات. فكل ده لا اخفي عليك عامل الوقت طبعا بيزاحمني بشكل غير عادي وغير طبيعي مع امتحانات البنات اكيد في الفتره اللي جايه في نص السنه، وكل دي شويه يعني مشاكل او معوقات، لكن بنتمنى التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ويكفي عوده الكره النسائيه مره اخرى، لاني برضو الرياضه للمراه استاذ ابراهيم واستاذ سيف طبعا استاذ محمد استاذنا، يعني الرياضه للمراه عامه حاجه محببه وحاجه لا جميلة. وترجع على ايد صعيدي ده يبقى تطور ثقافي كبير كمان. اما ترجع عندي بنات من الصعيد جاي في كمان كمان يلا بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن حسين. توفيق يا كابتن. توفيق يا كابتن. ونشوفك على خير دايما ونطمن عليك دايما باذن الله. شكرا للكابتن حسين عبد اللطيف. وقتك خلص كده خلاص.